بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. حياكم الله مستمعينا الكرام في مطلع حلقتنا هذه، وأسعد بصحبتكم من الإعداد والتقديم أنا عبد الله الداني، كما ينفذ هذه الحلقة على الهواء زميلي ماجد المالكي، وأيضا يصحبنا في استقبال الاتصالات الزميل خالد فلاتة. يسرني كذلك مستمعينا الكرام باسمي واسمكم أن أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم. السلام عليكم وحياكم الله شيخ خالد معنا في برنامج الدين والحياة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي عبد الله، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجعله لقاء نافعا مباركا، حياكم الله. حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين والمستمعات الذين انضموا إلينا الآن عبر الأثير الاستماع إلى هذه الحلقة المباشرة، ونخبرهم بأنه بإمكانهم التواصل معنا على الأرقام التالية 012-647-117 012-649-3028، ويمكنكم مستمعين الكرام كذلك التواصل معنا والمشاركة بالتغريد على هاشتاغ البرنامج الدين والحياة. إذن مستمعين الكرام، هذه هي حلقتنا من برنامج الدين والحياة، ونرحب بكل المستمعين والمستمعات معنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بالجميع. الدين والحياة، الدين والحياة، برنامج يناقش النوازل والمستجدات العصرية في القضايا القرآنية والفقهية والعقدية والأسرية وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية. الدين والحياة برنامج أسبوعي مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يأتيكم في الأوقات التالية: مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند الثانية عشر منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامج الدين والحياة. موضوع حلقتنا في هذا اليوم موضوع مهم جدا، انطلاقا من ما كان من أصول العقيدة الصحيحة، ألا وإن من أصول العقيدة الصحيحة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الأمراء على الصحيح من أقوال أهل العلم. لعلنا نستفيض في الحديث عن هذا الموضوع المهم مع ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. الشيخ خالد، عندما نتحدث عن موضوع طاعة ولاة الأمر، نرى أن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكثير من النصوص والمواضع التي وردت فيها مسألة حث الناس على طاعة ولاة الأمر. في البداية نعرف بمن هم ولاة الأمر، ثم ننطلق أيضا إلى سبب الحث المتكرر والمستمر على طاعة ولاة الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، صلى وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك، السلام ورحمة الله طيبة أخي عبد الله وللأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. هذا الموضوع الذي تدور عليه كلماتنا في هذا اللقاء وفي هذه وفي هذا البرنامج موضوع في غاية الأهمية، وتظهر أهميته بالمطالعة السريعة للنصوص الواردة في السنة النبوية الآمرة بطاعة ولاة الأمر. وأدنى مطالع لهذه النصوص يدرك عظيم عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر، وجليل تركيزه وتأكيده على أهميته وعدم الإخلال به، وذلك لما يترتب عليه من المصالح العظمى الدينية والدنيوية. وقضية طاعة ولاة الأمر لا
يرتاب مؤمن عالم بالكتاب والسنة أنها من القضايا الأساس التي جاء دليلها في الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء الأمة. فقد أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمر في محكم الكتاب، وذلك في قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم وجه الله تعالى في حال حصول اختلاف بين الناس بالرد إلى الله ورسوله، لأنهما الحاكمان على كل ما يكون من خلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك الآية دالة دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غبش في أن طاعة ولاة الأمر هي من طاعة الله ورسوله، حيث إن الله تعالى قدم الأمر بطاعته والأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، وجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعته وطاعة رسوله، تأكيدا للمعاني التي جاءت في الكتاب والسنة من وجوب الطاعة في المعروف، وأن الطاعة لازمة لأهل الإيمان، فطاعة ولاة الأمر هي من خصال الإيمان. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب للمؤمنين، وما قدم الله تعالى فيه الخطاب بالإيمان دل ذلك على أن ما يأتي بعده ومما لا يتحقق الإيمان إلا به، ولا يكمل إيمان العبد إلا بالتحلي بتلك الخصلة. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المسلمين هي من خصال الإيمان، لا يرتاب في ذلك مطالع لدلالة الآية، متمعن في ما أفادت، وكذلك فيما جاءت به النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. فقد جاء في السنة أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، بل مطالعة سريعة في صحيح الإمام مسلم وما كتب وما ساقه من النصوص في السمع والطاعة ووجوب طاعة ولاة الأمر، يتبين بلا ريب ولا شك أن ذلك من الإيمان، وأن ذلك من طاعة الله عز وجل، وأنه لا يتحقق لك كمال الطاعة لله عز وجل ولا تحقق لك طاعة رسول صلى الله عليه وسلم إلا بطاعة من ولهم الله تعالى الأمر. فجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. هذا الحديث له قصة في رواية عبادة له رضي الله تعالى عنه، فإن جماعة عادوا عبادة في مرض موته رضي الله تعالى عنه، وطلبوا منه الوصية أن يوصيهم وأن يعهد إليهم بشيء. ومعلوم أن الإنسان في حال السياق لا يهتم ولا يعتني في تبليغ الناس إلا بأهم المهمات التي يرى حاجتهم إليها. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننزع الأمر أهله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث أخبر في عبادة عن ميثاق أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهو أنه بايعهم على السمع والطاعة. السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. فالسمع هو أن تقبل ما يكون من ولايتهم، تقبل ما يكون من أمرهم، تقبل ما يكون من نهيهم، والطاعة هي الامتثال لذلك الأمر، الامتثال لذلك النهي، امتثال الأمر بفعله وامتثال النهي بتركه. وهذه الطاعة ليست مقصورة على زمان ولا على مكان ولا على حال ولا على ما يحب الإنسان ويشتهي، بل هي عامة لكل أحواله في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، بل الطاعة حتى فيما إذا حصل أثره
وهو نوع من التجاوز والتعدي للحقوق وأثرة علينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وألان قال عبيد عبادة في بيان ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال وأثرة علينا وألان نزع الأمر أهله. أهله يعني الذين تأهلوا له وصار إليهم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فإذا أتى الله تعالى ملكه أحدا من الناس فإنه يكون أهلا له، بمعنى أنه تأهله. ولا يلزم كما يقول بعض الناس أهله يعني أنه كملت فيه المواصفات، لا، أهله الذين تأهلوا له وتصدوا له وساق الله تعالى إليهم الملك بأن اجتمع الناس عليهم وتلفت القلوب عليهم واجتمعت الناس على ولايتهم وقبلوهم وأصبحوا ولاة أمر المسلمين. هنا يكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه حال خاصة يجوز فيها الخروج عن مقتضى هذه البيعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها في غاية الدقة. إلا أن تروا، والرؤية إحساس وإدراك بصري وليس إدراكا نقليا أو إدراكا يرد عليه الاحتمال، بل هو علم كعلم البصر في المشاهدة والإدراك. إلا أن تروا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم كفرا، والكفر هنا ليس أمرا يعني يقترحه الناس ولا يحدده أحد من قبل نفسه، بل لا بد أن يكون مستندا إلى بينة وبرهان من الكتاب والسنة، ولا ويخرج من هذا ما يكون من المسائل المختلف فيها، لأن المسائل المختلف فيها ليست صادقة على أنها بواح، إذ البواح هو الظاهر المتفق عليه الذي لا خلاف فيه، الذي لا يمتري فيه إثنان بأنه مخالف لشرع الله وأنه كفر متحقق فيه هذا الوصف. قال صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان، ليس عندكم فيه شهوة ولا رغبة ولا مصلحة ذاتية ولا هوى ولا اتباع لجماعة ولا مطامع شخصية، نعم، مطامع ومصالح شخصية، إنما برهان عندكم فيه بينة تلقون الله تعالى فيه. ولذلك قال عندكم من الله برهان، لأنه سيسأل الإنسان عن هذه عن هذا الميثاق والبيعة وهذا وهذا العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهو مأخوذ على عامة الأمة مع أولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم وليست البيعة له، فهو صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون منه كفر أن يكون منه كفر بواح، لكن ذا أو أن يكون منه أثرة، لكن هذه البيعة في حق من ولاه الله تعالى أمر المسلمين. ولذلك قال ألا ننازع الأمر أهله، وهم ولاة أمر المسلمين الذين صار إليهم الملك، والله يؤتي ملكه من يشاء. نعم. يعني هذه قضية شيخ خالد، يعني هذه متعلقة بالديانة مباشرة وليست قضية هامشية، بل هي قضية أساسية. لكن تضافر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في هذا السياق دائما والحث على مسألة طاعة ولاة الأمر ربما يثير استفسارات عديدة، أهمها لماذا كان هذا التأكيد والتركيز على مثل هذه القضية؟ هل هي بتلك الأهمية التي تستدعي مسألة التكرار والتأكيد مرة تلو أخرى؟ التأكيد يا أخي لا شك أنه يعني أنا مثل ما ذكرت، لو طالع المسلم ما ذكره بعض العلماء من النصوص الواردة، لو طالع حشد النصوص الواردة في ديوان واحد من دواوين السنة وهو ديوان مسلم، صحيح الإمام مسلم، لوجد شيئا كثيرا حول هذه القضية يبين ضرورة العناية بالسمع والطاعة وعدم المنابذة وعدم الخروج على ولاة الأمر وعدم مخالفة ما يأمرون به، وذلك لتحقيق مصالح. بالتأكيد هذا الأمر، يعني الله عز وجل ما يأمر بشيء ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة. هذه مصلحة قد تكون ظاهرة يدرك الإنسان الناس منها مصالح، يعني الحكمة والغاية في الأمر، وقد تكون خفية، لكن هذا أمر واضح وجلي ومصلحته بينة. وقد جاءت في بعض الأحاديث بيان السبب في هذا الأمر النبوي
بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. ففي حديث أبي هريرة على سبيل المثال وقد أخرجه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، وتنبه إلى هذا الوصف إنما الإمام وهو ولي الأمر جنة يعني وقاية. جنة هو مأخوذ من ما يتوقع به الإنسان ما يكره، فالإمامة والولاية جنة. تقي الناس ما يكرهون من الفوضى، تقي الناس ما يكرهون من الاضطراب، تقي الناس ما يكرهون من المخاوف، تقي الناس ما يكرهون من الشرور والفساد، تقي الناس من اعتداء بعضهم على بعض. لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، ما يمكن يصلح الناس فوضى بدون ولاة أمر يقومون عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة تحصل به المصالح وتتوقع به المفاسد. ولذلك قال يقاتل من وراءه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه أي منه يعني ما يستحقه من العقوبة. لكن فيما يتعلق بحقه، حقه ثابت يجب أن يؤكد عليه ويبين أن طاعة ولاة الأمر عبادة وليست فقط لإصلاح لتحقيق مصالح دنيوية، بل هي عبادة، وليست لأجل أن يأخذ الإنسان ما يشتهي ويترك يعني عندما لا يدرك ما يريد، بل هو مما يطيع الله تعالى فيه العبد تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه. وفي حديث أبي هريرة أن الآخر وهو في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في طاعته لولاة الأمر ليدرك مصالح الدارين، قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ثم قال ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أي لهوى وجماعة وقبيلة وتحزب وكل التجمعات التي يتجمع عليها الناس خارج هذه المظلة خارج هذه الولاية، أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فقال فقتلة جاهلية. ثم قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذا عهد عهده فليس مني ولست منه. هذه براءة نبوية من هذا الذي يخرج عن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل وطاعة ولاة الأمر الذين طاعتهم تحقق المصالح، فهي وقاية من كل ما يكره الناس وهي مجلبة لكل ما يحبون، حتى في حال وجود ما يكره الإنسان في نفسه أو في حاله أو في ما يأمر به ولي الأمر يجب عليه أن يطيع ما دام ذلك في المعروف، وما دام ذلك لا يخالف ما أمر الله تعالى به ورسوله. جميل. طاعته يعني نقطة تجلب له الخير وتدفع عنه الشر. جميل. هذه نقطة مهمة جدا يا شيخ خالد، تبرز فيها مسألة حرص الشريعة على تحقيق المصالح العامة أو المصالح العليا لهذه الأمة، وأيضا نبذ في ذات الوقت نبذ كل ما يتعلق بالمصالح الشخصية حماية للمجتمعات بشكل كامل، المجتمعات الإسلامية حماية لهذه الأمة كذلك. هذه نقطة هامة جدا. هنا أيضا يبرز الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذه أيضا يعني ربما يكون منطلق لنا للرد على بعض الأصوات الناعقة وأيضا بعض الذين يزيفون الحقائق من خلال تأويل هذه النصوص الشرعية حسب أهوائهم وحسب ما تمليه عليهم ضمائرهم الخبيثة وأهواؤهم وأيضا تفسيراتهم التي يقصدون بها إثارة الفوضى والبلبلة وشق صف هذه الأمة. أخي الكريم، السمع والطاعة لولاة الأمر أصل من أصول العقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل ذكره العلماء في عقائدهم، أي فيما كتبوه مما تحفظ به عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا تجد عقيدة إلا وتذكر وجوب الطاعة. لماذا؟ لأن
الخروج عن الطاعة هو خروج عما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الأحاديث الكثيرة، وهو خروج عن المنهج الذي سلكه الأئمة وجرى عليه سلف الأمة من الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفيما أحبوا وفيما كرهوا. وما يتعلق بوجود أصحاب أهواء يسعون إلى إثارة جوانب حول هذه النصوص، إما تشكيكا وإما تضعيفا، وبعضهم إما معارضة يضرب النصوص بعضها ببعض، وبعضهم يقول إن هذه في حق ولي أمر يجعله بمواصفات معينة في رأيه. كل هؤلاء يبررون خطأهم ويبررون خروجهم عن الطاعة، بل بعضهم يصل به الحال إلى نوع من التهكم بدلالة النصوص والتنقص ممن يؤكد على ضرورة الاجتماع على ولاة الأمر وعدم مخالفة أمرهم وعدم الإثارة عليهم ومحاولة جمع القلوب عليهم، ويجعلون مثل هذا يعني مثل هذه الدعوات التي تدعو إلى الائتلاف وجمع الكلمة وترك الفرقة محل تندر. ويعتقد بعضهم يعتقد أنك إذا تكلمت ونبهت إلى طاعة ولا أمر أنه هذا فقط لأجل أنك تحقق مصالح لشخصك أو تجني أو تداهن مثلا، صحيح، أو تداهن أو ما إلى ذلك، في حين أنك إذا نظرت إلى سيرة الأئمة وعلماء الأمة وسلف الأمة الصالح وجدت أن الأمر واضح عندهم إلى حد بين. الإمام أحمد على سبيل المثال جرى في زمانه من الفتن والشرور وبلغه من الأذى في مسألة خلق القرآن أن جلد رحمه الله وأنه حبس وأوذي أذى بالغ. اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق، يعني بعد المأمون والمعتصم، بعد ولايتين كان فيها رحمه الله في أذى شديد، اجتمع عليه قوم من فقهاء بغداد في ولاية الواثق فقالوا يا أبا عبد الله إن الأمر قد تفاقم وفشى ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يقصدون الواثق لما كان عليه من بدعة خلق القرآن. فناظرهم مع أنه رحمه الله تأذى أذى شخصيا بالحبس والجلد وأنواع من الأذى، لكن لم يحمله ذلك على أن يخرج عن طاعة ولاة الأمر أو أن يفرق جماعتهم مع قيامه بنصرة الحق وإيضاح العقيدة السليمة في خلق القرآن وأنه كلام رب العالمين ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود وما إلى ذلك من الأصول البينة في العقيدة التي بينها رحمه الله. مع هذا قال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين، هكذا يقول لأولئك الذين جاءوا قالوا إن الأمر تفاقم ولا نرضى بإمرته ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، ثم يقول واصبروا حتى يستريح بر أو يسترح من فاجر. هذا الكلام هذا دور الإمام العالم الذي رباه القرآن وأيضا اتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتبع هواه أو يحكم أهواءه الشخصية. ولذلك أقول أن المسألة يجب أن تكون صادرة عن علم بصيرة لا عن أهواء بعض ضعفاء النفوذ أو ضعفاء العلم أو ضعفاء التجربة أو أصحاب المطامع والأهواء أو الذين يستجيبون لما يملى عليهم من مغرضين يسعون إلى الفساد ونشر الشر في المسلمين. يجب أن يكون الأمر في غاية الوضوح، الولاية الشرعية لا يجوز التعرض لها بأي نوع يضعفها، بل الواجب على الأمة أن تجتمع على ولاتها، أن تعزز من وحدتها، أن تجمع كلمتها، أن تصف صفا واحدا أمام مطامع الأعداء مهما كانت الأوضاع. يجب أن يلاحظ أن الكف عن الدماء والخروج والنهي عن الخروج قضية واضحة تدعمها النصوص وتؤيدها كلمات الأئمة في علماء الأمة، وأيضا تقتضيها المصالح،
مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم. يقول المروذي وهو من أصحاب إمام أحمد: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. والكلام عنه رحمه الله في هذا الشأن في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء. وهذا عمرو بن العاص يوصي أبنائه أحد أبنائه فيقول: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. لذلك من الضروري أن يعرف المؤمن أن هذه القضية قضية في غاية الوضوح والجلاء عند الأئمة والعلماء، ولا يسوغ لأحد أن يأتي إلى مخالفة النصوص بهواه أو بتبريراته أو بتكييفاته العقلية. وليعتبر الإنسان بما جرى من حال الأئمة المتقدمين الذين قد يكون وقع من بعضهم من التورط في انحرافات ندموا عليها، وحصل منهم أنواع من التحذير من هذه المسالك المنحرفة. الشعبي أحد الأئمة والعلماء الذين لهم قدم صدق ورسوخ علم في جوانب عديدة من العلوم الشرعية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، حصل أن استزلت قدمه فتنة ابن الأشعث، وكانت فتنة اجتمع فيها القراء على الحجاج لكثرة ظلمه وشره وفساده، وكان منه أن خرج مع من خرج، فحصل أن التقى الحجاج ومن معه بهؤلاء، وحصل بخروجهم من أنواع الفساد ما حصل من سفك الدماء وما إلى ذلك. المراد أنه أظهر الله تعالى الحجاج على ابن الأشعث، وتفرق من معه، وكان ممن معه عامر الشعبي رحمه الله ورضي عنه. فانزوى عامر الشعبي في بيته مدة من الزمن حتى خرج بعد ذلك إلى الجهاد مع بعض من كانوا يجاهدون الكفار. ثم المراد أنه وقع أن التقى أن استدعاه الحجاج، فجيء به إلى الحجاج وقد دخل عليه، وكان لا يخفى على الناس مكانه ومنزلته ورفعة قدره في العلم الشرعي، لكن حصل منه هذا الذي حصل من الخروج على الحجاج. فلما دخل على الحجاج سأل الحجاج عن الذي فعل، وأنه كيف يعني فعلت هذا وقد حصل منا يعني ما حصل من الخير الذي وصلك منا، وكان قد أمره على قومي. المقصود أنه الشعبي رحمه الله أظهر توبته وقال كلمات تبين عظيم ما حصل من الفساد الذي حصل بخروجهم على الحجاج مع ظلمه. لما تكلم معه الحجاج بكلام سكت، حتى قال له الحجاج تكلم، فقال عامر الشعبي: أصلح الله الأمير، كل ما قلته حق، ولكننا قد اكتحلنا بعدك السهر، يعني ما طاب لنا نوم، وتحلسنا الخوف، أي واجتمع في قلوبنا الخوف، ولم نكن مع ذلك بررة أتقيا ولا فجرة أقوياء، فهذا أوان حقنت لي دمي واستقبلت بالتوبة. فقال له الحجاج: قد فعلت ذلك، فعفى عنه. المقصود أن عامر الشعبي يصف حال هؤلاء الذين استزلتهم قدمهم فخرجوا على سلطان وإن كان جائرا، لكن حصل بخروجهم من الفساد والشر والخوف وسفك الدماء وتعطلت مصالح الأمة أهل الإسلام ما كان ملخص هذه الكلمات التي قال فيها: اكتحلنا بعدك السخر وتحلسنا الخوف، ويعني ولم نكن بهذا بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، يعني كانوا قد أضاعوا السبيل
أخطأوا الطريق. نعم، يعني حسب الناس ومثله أيضا الآن أن ومثله يسعهم أيضا ما وسع أولئك الذين يعني سبقونا في العلم والفضل، وكانت لهم التجربة وكان لهم العلم الراسخ وأيضا كانت لهم الخبرة والدراية الكبيرة والواسعة في هذا الجانب، بدلا من أن يعني يخوض الناس يعني حروبا ويعني يحترقون في هذه الفتن المتلاحقة التي سبقهم السابقون بالتحذير منها، ولعل يعني ليس هناك أفضل دليل وأفضل واعظ بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم بالتأكيد يا أخي، وكذلك يعني كل من خاض غمار هذه المخالفات الشرعية بالخروج على الأئمة وعدم طاعتهم ينتهي أمره إلى ندم، هذا إن صدق في معرفته ولم تتخطفه الشياطين وتسير به في مهاوي الضلال. طيب. هذا أحد المخالفين الذين خرجوا على الولاة في زمن الحسن البصري، والحسن البصري رحمه الله كان ينهى عن ذلك ويحذر منه ويأمر بالطاعة وأن تقابل المخالفات التي يزعم هؤلاء أنها سبب للخروج أن تقابل بالتوبة والاستغفار وسؤال الله عز وجل، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الله عز وجل وسؤاله صلاح الحال. كان يقول يا ليتنا أطعناه، يا ليتنا أطعناه، يعني يا ليتنا أطعنا الحسن فيما نهانا عنه من الخروج على ولاة الأمر والمخالفة لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته. نعم شيخ خالد، نذكر المستمعين الكرام الراغبين في التواصل معنا في هذه الحلقة في موضوعنا هذا اليوم عن طاعة ولاة الأمر، أرقام التواصل المستمعين الكرام 012-64-77-117 و 012-64-39-28، وكذلك أيضا المستمعين الكرام يمكنكم مشاركتنا في هذه الحلقة بالتغريدة على هاشتاج البرنامج الدين والحياة. بالنسبة لل طيب لعلنا نأخذ اتصال شيخ خالد ثم أيضا ربما نأخذ بعض التغريدات التي وصلتنا عبر التويتر. عبد العزيز الشريف من الرياض، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا أستاذ عبد الله. مساك الله بالنور أخي عبد العزيز. نحيي شيخنا الشيخ خالد، مساك الله بخير يا شيخ. مرحبا الله حييك يا أخي، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كما هو معلوم أن فهم النصوص القرآنية وفهم النصوص النبوية سبب بارك الله فيك في عدم الخروج على ولي الأمر. كثير من الناس للأسف يفهم النص على عكس الآية وعكس الحديث، أيضا يستدلون بأخبار ويستدلون بأحاديث ضعيفة، وأيضا يستدلون بخروج بعض الناس عن ولي الأمر كما خرج بني أمية عبد الرحمن الداخل عن الدولة العباسية وغير ذلك من الأمور. هذه الاستشهادات التي يستشهد بها بعض ضعاف النفوس كيف نرد عليهم؟ وجزاك الله كل خير. شكرا لك يا عبد العزيز. تفضل الشيخ خالد لأنه يعني سأل سؤالا من الأسئلة التي يمكن أن تثار في الحديث عن مثل هذه الموضوعات. بالتأكيد أن أصحاب الانحراف يزينون انحرافهم بأنواع من التلبيسات التي يلبسون بها على الناس، لكن المؤمن يرجع في ذلك إلى الأصول وما دلت عليه الأدلة. كل هذه التشبيهات التي يذكرها هؤلاء في تسويغ الخروج على ولاة الأمر ومخالفتهم ومنازعتهم وخلع اليد من طاعتهم كلها تتساقط وتتلاشى أمام النصوص المحكمة الجلية الواضحة التي لا تحتمل تأويلا في وجوب الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما أمر به اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك وجلد ظهرك. كل هذه النصوص وغيرها كثير تبين ضرورة الالتزام بطاعة ولاة الأمر. ثم لو طالع المؤمن ما كتبه الأئمة في عقائدهم في هذا الأمر
تتضح له أن الأمر لا يحتمل تلبيس ولا غبش، ولذلك يجب التأكيد على هذا الأمر، وأنه ليس أمرا يتعلق بمصلحة آنية أو وقتها، هي عقيدة يجب أن تطوى عليها القلوب. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا خروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، فإن طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم نؤمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا يبين أن الطاعة يجب أن يراعى فيها الجانب التعبدي، وأن المؤمن طائع لله عز وجل في طاعته، وهذا مما يعينه على تحمل ما يمكن أن يكون مما يكرهه من 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 شأن ولاة أمره، سيكون بذلك بعيدا عن هذه التشبيهات وهذه التسويقات التي يسوق بها من يسوق مخالفة أمر الله ورسوله. وفي الخلاصة يعني الاتباع لكتاب والسنة وليس لأشخاص أحيانا الذين يعني ليس هناك عصمة لأحد يعني إلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعل البعض يعني ربما هي رسالة يعني إلى البعض أن المستمسك في هذا هو في كتاب ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس الاتباع الأشخاص مهما على قدرهم وشأنهم وارتفعوا في أعين الناس بعلم شرعي وغير ذلك. نرجع لنؤكد بأن المرجع للمسلم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. بالتأكيد بالتأكيد أن هذا هو المرد، ولذلك أنا أقول كل هذه الشبه التي يذكرها هؤلاء في تسويق خروجهم على ولاة أمر المسلمين، لا سيما ولاة أمرنا حفظهم الله ووفقهم، هو مما يتبدد أمام النصوص. هنا أحتاج أن يعني ننتقل لنقطة يعني مهمة، وهي أن هذه الدولة المباركة يعني هي مما ميزه الله تعالى به من اعتصام بالكتاب والسنة وقيام على دلالة الكتاب والسنة وإقامة الشريعة وتحكيم كتاب الله عز وجل، وهذا يبين أن هذه الولاية ولاية شرعية تستند إلى نصوص وإلى أصول يتبدد معها ويتلاشى معها أولئك الذين يحاولون أن يضعفوا المفهوم الشرعي في بيعة المسلمين لولي الأمر الملك سلمان حفظه الله، وأن الدعاوى التي يدعونها تتساقط أمام هذه الشرعية التي لا يقوى أحد على إسقاطها أو منازعتها. صحيح. المادة السادسة من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وكذلك في المادة الأولى لنظام الحكم يذكر النظام في المبادئ العامة: المملكة العربية السعودية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي النص الصريح على أن كل ما خالف هذا الأصل من مما يمكن أن يكون من أنظمة أو فإنه يحكم عليه بدلالة الكتاب والسنة. ففي المادة السابعة يقول: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية أو يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. يا أخي، هذه الروح في هذا النظام الذي يبين أنه نظام شرعي وأنها ولاية شرعية يتعبد المؤمن الله عز وجل بالتزامه ودعمه والمحافظة عليه، وكل من يحاول أن يشكك أو يكبه أو يشوش بأي نوع من التشويش يتساقط أمام هذه المحكمات. صحيح. الواضحة الجلية. نعم. الظاهرة في دلالة في الكتاب والسنة وفي تنزيل ذلك على الواقع من خلال النظر إلى الدستور أو النظام الذي يبنى عليه الحكم في هذه البلاد المباركة. نعم. لذلك يجب على المؤمنين أن
يقروا عينا بما أنعم الله تعالى عليهم في هذه البلاد من هذه الولايات الشرعية، وأن يحافظوا عليها بكل ما يستطيعون، وأن يقطعوا الطريق أمام كل من يسعى إلى إضعاف هذه الولاية، التشكيك فيها، التشبيه، التشويش، إثارة المخالفة، المنازعة، فإن ذلك مما يعصى فيه الله عز وجل، ويوجب للإنسان أن يكون على حال جاهلية في حياته ومماته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. شيخ خالد، يعني هي الأحداث التي تعاقبت على عدد من الأقطار في هذه الأمة الإسلامية لعلها تؤكد أيضا ما يأتي في هذا السياق، بأن السمع والطاعة هو حفظ لأمن هذه الأمة، وأيضا جمع لكلمتها، وعدم حصول التعطيل لمصالحها. وهذه الأحداث التي تعاقبت على أقطار عديدة في هذه الأمة الإسلامية مترامية الأطراف، واكتوى الكثيرون بنارها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شملهم وأن يعيد لهم أمنهم وأمانهم، هو أقرب دليل يمكن أن يذكر به الناس فيما يكون من آثار سلبية لهذا العصيان أو الخروج على ولاة الأمر. وإن زينت هذه الكلمات أحيانا ببعض الكلمات الزائفة أو العبارات التي يعني يزيفها أعداء هذه الأمة لحث الناس على الخروج على ولاة الأمر بكلمات تحمل في ظاهرها كلاما جميلا وفي باطنها هي العذاب كله. بالتأكيد، وإليك هذه الكلمات من إمام مجرب عالم بصير مستقرئ لحال التاريخ، يقول ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلت. والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتل الباغين ابتداء، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالمقصود أن الخروج فيه من الفساد والشر عن الناس في دينهم ودنياهم ما يوضح الحرص النبوي على والتأكيد النبوي على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وأن لا ينازع الأمر أهله. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى مسائل مهمة تتعلق بالطاعة. يعني الطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمر هو روح الاجتماع، هو روح الألفة، هو روح انتظام الأحوال. مما يؤثر على السمع والطاعة التشكيك في ولاة الأمر، والتشهير بما يمكن أن يكون من نقص، فإن ذلك بالتأكيد يضعف في قلوب الناس سمع السمع والطاعة لهم. أو النصيحة العلانية مثلا، أو ما يسمى تحت إنكار المنكر وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الباب باستخدام خاطئ وفق منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة. بالتأكيد أخي الكريم، من ينكر على ولاة الأمر بالمجاهرة وبتتبع الأخطاء هو نوع من الإفساد الذي يحصل به إضعاف هيبة الولاية، ويحصل به من الشر والفساد ما يكون سببا لاجتراء الناس على المخالفة، ويترتب عليه من الفساد ما الله تعالى به عليم. لذلك من الضروري أن يدرك المؤمن أن النصيحة ليست هي أن تقول فقط ما تراه خطأ، يعني النصيحة مفهومها أوسع من التنبيه على الأخطاء. النصيحة تقتضي السعي في الإصلاح، تقتضي جمع الكلمة، تقتضي الذب عن الولاة. من النصيحة للولاة الذب عنهم، من النصيحة للولاة كف المتربصين بهم، من النصيحة للولاة دلالتهم على الخير، من النصيحة للولاة تنبيههم على الخطأ. لكن الذي يتبادر عند كثير من الناس أن النصيحة فقط تتعلق بأنك تقول هذا خطأ وهذا ما يصير وهذا يصير وهذا ليس بصحيح وهذا مخالف وما إلى ذلك، هذا جانب من النصيحة. لكن يجب أن لا يكون هذا الجانب وفق ما يشتهي الإنسان وفق رأيه المبادر البادئ، بل يجب أن يكون
على ما تقتضيه الشريعة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خبط عشواء ولا لا قيد له ولا زمام ولا شيء ولا عبادة لا شروط لها ولا قيود، بل هي عبادة يجب أن يؤديها الإنسان على وفق ما أمر الله تعالى به ورسوله، حتى لا يترتب على أمره بالمعروف والنهي عن المنكر على نصيحته ما يكون فسادا. إذن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين تقتضي أن نجمع الكلمة وأن ندعو لهم بخير وأن نذكرهم بالجميل وأن نشيد بالصالح من عملهم. لأن هذا مما يؤلف القلوب عليهم. ولهذا الطحاوي رحمه الله لما ذكر أنه من عقيدة السنة والجماعة لا عدم الخروج على ولاة الأمر، قال رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة من النصيحة لهم. فهل يفعله أولئك الذين يجمعون الزلات ويتلقطون العثرات ويختلقون الأخطاء ويضخمون القضايا على نحو يحصل به فساد وإثارة؟ بالتأكيد كثير منهم يغيب عنه جانب الدعاء، بل قد لا يدعو لهم بل يدعو عليهم، وهذا من الغرض. أنا أقول من المهم أن 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 نؤكد على ضرورة الاجتماع، على ضرورة الالتئام، ونحمد الله في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية على هذه النعم المتوافرة. فولايتنا ولله الحمد ولاية شرعية تحكم بكتاب الله وسنة الرسول، ليس ثمة كامل، لكن الذي نعتقده وندين الله تعالى به أننا في خير عظيم وننعم بفضل كبير في أمر الدين وفي أمر الدنيا. فنحافظ على هذا بالشكر، ولا يعني هذا أن لا يكون ثمة نقص أو يمكن أن يكون بطبيعة البشر كل ابن آدم خطاء، لكن يجب أن تخرس تلك الأصوات التي تدعو إلى التفريق، تدعو إلى الشقاق والفرقة، تدعو إلى نزع اليد من الطاعة، تسهل الخروج، تمهد له، لأنه ثمة أشياء قد لا تكون خروجا في ذاتها لكنها تمهد. صحيح. وهي طريق لتلك النهايات المظلمة التي تؤول بأصحابها إلى نزع يد الطاعة وإلى الفساد في الأرض وإلى إعانة أعداء الإسلام على أهل الإسلام في حصن الإسلام في المملكة العربية. أسأل الله العظيم أن يدفع عنا كل سوء وشر، وأن يحفظ بلادنا وولاتنا من كل سوء وشر. ونحمد الله على هذه الولاية التي ننعم ببركاتها وخيراتها، فما نراه من خيرات في ديننا وفي دنيانا هو بفضل الله عز وجل المتفضل علينا، المنعم بهذه الولاية المحكمة لكتاب الله وسنة رسوله، المقيمة لشعائر الله، المجتهدة غاية طاقتها في نصر الإسلام وأهله. وذاك فضل الله الذي نحمده عليه ونسأله المزيد. في هذا أيضا قطع الطريق على كل المتربصين الذين يعني أحيانا يكون هناك تأويلات للأحداث وغيرها للطعن في ولاة الأمر، وأيضا كما تفضلتم شيخ خالد التسهيل الخروج على ولاة الأمر من خلال هذه الأساليب الشيطانية التي يتبعها أولئك، وخاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والتي أيضا تصدر أحيانا من أسماء يعني مستعارة ليس لها واقع أو ليست لها حقيقة على أرض الواقع. هنا أيضا أنا أقول هذه بالنسبة بخصوص هذه القضية. يعني نحن مستهدفون، ولاتنا مستهدفون، بلادنا مستهدفة، ديننا مستهدف، فيجب علينا أن نكون على وعي وأن لا نفر ولا ننجرف خلف هذه الأصوات التي سواء كانت مجهولة أو معلومة التي تسعى إلى النيل منا وإلى فرقتنا. أعداؤنا كثر وهم لا يألون جهدا بكل طريق أن ينالوا منا، فهم لا يستريحون حتى يرون كما هي الحالة المؤسفة لكثير من المسلمين في بعض الأقطار. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الضر، وهذا يعني خير واعظ وخير شاهد ما نراه ما نلاحظه، هو أيضا دعوة مباشرة إلى الالتئام وإلى التفاف في حول الرعية وحول ولاة الأمر، التفاف الرعية حول ولاة الأمر، هذا شيء واجب علينا. تذكر أيضا في هذا السياق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. يعني هذا أيضا من ضمن الحديث التي وردت في هذا السياق. صحيح. وكلمات عبد الله بن مبارك رحمه الله في
ضرورة صيانة الجماعة والاجتماع، كلمات جميلة. يقول رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان أي من تعبد. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانه. فنحمد الله أن الله يسر لنا هذه الولاية التي تحقق بها لنا صلاح الدين وصلاح الدنيا واستقامة الحال. وأقول من حق ولاة أمرنا الملك سلمان ونائبيه وكل من له ولاية من الوزراء والأمراء وغيرهم أن يدعى لهم، وأنا أقول هذا يكون في السر والعلن. وكما قال عبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وأحمد: لو كان لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان. فبصلاحه تصلح الدين، يصلح الدين والدنيا، وبفساده يفسد الأمرين، فيفسد الأمران. فينبغي أن نحرص على الدعاء لهم في صلواتنا، ونحتسب الأجر عند الله يا أخي، وفيه خير عظيم لنا في دنيانا وفي أخرانا. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن يوفق ولي أمرنا ونائبيه وولاة الأمر في هذه البلاد إلى ما يحب ويرضى، وأن يدفع بهم عن السوء والشر، وأن يحفظهم ويحفظ بهم بلاد الحرمين من كل مغرض ومفسد، وأن ينصر جنودنا المقاتلين في كل مكان، وأن يؤيدهم بنصره، وأن يرينا في أنفسنا وإخواننا والمسلمين ما يسرنا. ونسأله جل وعلا أن يعم الخير والبر والنجاح والفلاح والأمن والأمان والسلامة والإسلام بلاد الإسلام. نعم. لعلي أختم الشيخ خالد بكلمة جميلة أعجبتني للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله عندما قال: وأما ما قد يقع من ولاة الأمر من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تفضلتم به في هذا اللقاء في ميزان حسناتكم. آمين آمين، وأسأل الله أن يجيب الدعوات ويقي الآثرات، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.